Rome. وصلنا على روم. بدي اعترف لكم انه وصلت امبارح بس ابدا ما صورت شيء لان كتير انشغلنا، بس ما رحنا لمحل، يعني رحنا واستكشفنا المنطقة واستكشفنا الطرق التنقل، يعني الباص والترين وكل هالاشياء تنعرف كيف هنعمل كل الاشياء للاسبوع. حابس هاي جايز هاي جايز اوكي ويل انتروديوس يو ليتر، هنتعرف على حبهب بعدين، بس هلا بدنا نروح ناكل. Ready؟ A bicep maybe. Okay, I know what it's not about حبهب. So حبهب, tell your story. لقينا بلبنان اول شيء بالجيم كانت هالمكنة هو اللي علمني على ويت ليفتنج دفع الاثقال، هو اللي قال لي تعي حبيبي تعي كل شيء غلط وشلني من عن الكارديو وحطني على الاثقال، سو هلا صار مثل خيي. اوكي سو هيدي تعريفة عن حبحب. مثلا هيدا شو شو معناته هيدا ضيعته لاحمد سو اول شيء لازم لاقيه لقيته هيدي المحل اللي نحن فيه هلا قبل الصوره هي كانت هيك يعني هيدي That's so cool. Okay, ضروري نقرا قبل ما نرجع على المحل. مع ليلى وحبحب رول مابس تعوا وشوفوا احسن ما تقولوا اه يمكن هيدا هو. بكره كنا على اساس نجي على الفاتيكان. اه حلو اتس فاين نعمل شيء ثاني بنقرا قبل ما نجي، بس عم ناكل عم نقضيها اكل. Oh my god. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
1450. ياي جبنا تيكتس للباليه. أول مرة بشوف باليه أنا بحياتي. I'm so excited. عم نركض على الباص. كله بركض بركض. Oh my god, so much cardio. حب شو انك educated. طب فسر لنا يلا فسر education على هالخبرية. خبرنا ليه اسمهم Spanish steps هدول؟ عشان في Spanish in the session. اوكي ايوه شو هال education بس لا لا كثير. قعدنا على Spanish steps. كله couples بعدين انا في انا وحب حب like hey bro keep up man. حاسه حيكون في شو كثير عجقه طلعنا steps وsteps وsteps بعد في طلع تعبانه كأن I don't have a fitness channel at all. Model. أحلى شيء بالسفر هو بتشوفوا عالم وتستكشفوا إنه كل بلد إلى ناس بتختلف بتفكر بطريقة مختلفة كله إنه تلاحظوا إنه كلنا شو بنختلف عن بعض كل شخص إنه بهيدي البابل الصغيرة بنحس إنه هيدا كل العالم بس بنظهر وبنطلع ونسافر نلاحظ انه نحنا ماشي الدوت بهيدي الدنيا الكبيرة so weird. منشان هيك انا بحب سافر اطلع من راسي ومفكر انه انا هيدي الدنيا اللي عايشة فيها هي كل شيء في اكتر من بس this bubble هيدي البابل الصغيرة it's nothing في مشاكل اكبر وعالم اكبر واشياء فينا نعملها اكبر من بس هالبابل الصغير اللي نحن عايشين فيه صح شو كانت عم تحكي بس صح 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 مش شكله مثل دورا والجي بي اس دورا ذا اكسبلورر والشنطه كل شيء باكج ديل اوكي هلا اهم شيء رايحين ناكل يس ذس از واي وير فريندز عشان هيك نحن اصحاب عن فود هذا المحل هو وين اخترعوا الالفريدو فاتشيني الفريدو ليكو سلسو سلسو that's so cool الحمد وصلنا على الكوليسيوم رح نعمل التور وهيك نعرف الاشياء اللي لازم نعرفها عن الكوليسيوم بلا ما نكون عم نمشي بلا ما نعرف الاشياء It's crazy
انه هيدا الشيء كله عمره 2000 سنه. That's amazing. وكان في مي right؟ مي فيها بعدين شيلوا المي صار هيك انه نحن واقفين وين العالم كانوا يحبوا بعض يقتلوا بعض هون الجلاديترز. انا واقفه هلا هون حدا عايش هون قدام الكولوسيوم يعني بيوعى وبيشوف الكولوسيوم قاعدة. خلصنا من الكولوسيوم حنروح ناكل بيتزا. و جيلاتو. It's happening. We're getting gelato today. رايحين على الباليه. اوكي تاخرنا بس هلا وصلنا. ايديك وجعوك قد ما وي كلابت كثير زقفنا بتوتر عنكم ريدم بس انه بس اعلى صوت اللي فيكم تعطوه. This was beautiful. Such a nice experience. How long was it? At this ساعة؟ 3 hours. It was 3 hours. That's sad. انا اكتشفت انه فيني اعيش بس على البيتزا والجيلاتو طول حياتي ما عندي غيرها. نحن من المترو وحب نسيت التيكت فقاعدين ناطرته بس خايفة لأن امبارح لما كنا بالمترو في شخص وقفنا وقف الكل وقالنا انتبهوا في بنات عم بيسرقوا العالم عم بيسرقوا من جزتين العالم فهلا عم بك يلا حب حب نرجع. No, I'm a strong independent woman who don't need no man. حذروا لوين رجعنا. كنا هون على بكرة بس لازم نرجع شي لازم. It's a totally different experience بالليل. Experience بيختلف تماما. حبيت الترجمة؟ كل ويتر اللي قدم لنا الاكل هون بايطاليا every time نروح على restaurant الويتر بيكون كتير لئيم بس هيدا اللي شفتوه هلا مهضوم شكل. Hey guys. So cute. طلبنا بروشيتا مع tomatoes, cheese pizza وهيدا ما بعرف شو هي منشوف. Goodbye Colosseum again مع gelato.